مصدفان منتابع ما تبقى من لقائنا ضمن برنامج وقفي وموقف. الفقرة التالية رح نحكي عن الجمهور قدي بيكون عنده عاصفة وقت يكون في أزمات بينه وبين طرف تاني. الجمهور من هالطرف وجمهور من الطرف التاني بيعملوا حالة سلبية جدا على منصات المواقع التواصل الاجتماعي. هيدا اللي صار بين جمهور التيار الوطني الحر وجمهور حزب الله على خلفية الانقطاع الاتصال والاختلاف على الرئاسة بين التيار وبين الحزب. لكن للأسف ظل هذا التشنج قائم لحين برودة العلاقات أو فينا استعادة التواصل بين الطرفين. لكن والأبرز كان في الناس شجاعة من الطرفين كانت عم تدعي أنه هذا الجمهور يلي عملوا تراكم ب 17 سنة من محبة ومن تلاقي ومن وحدة وطنية حرام يذهب هذا التلاقي بلحظة انكماش أو انقطاع أو اختلاف سياسي. فمن بين سعات الخير كان المنشد علي بركات يلي بعز دين الانقسام راح التقى الوزير جبران باسيل، وبدل ما يكون في ترحيب من الأطراف وخاصة جمهور حزب الله أنه هذه الخطوة إيجابية للتلاقي، فكمان تم فينا نقول التصويب عليه، وأكثر من التصويب عليه صار في هجوم مبرمج لإله عليه إن كان على المنصات الإلكترونية أو حتى على تليفونه الخاص يلي اضطر أنه يلغي خطه الثابت. شو صار معه؟ واليوم من بعد ما رجعت تقريبا العلاقات شبه طبيعية، شو صار عند الجمهور؟ ما بتشوف هذا التشنج على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكيف كان علي بركات عم بيشوف الرؤية لهيدي اللحظة؟ أهلا وسهلا فيك. يسعد مساك. مساك. كيف حالك؟ نشكر الله. بس أول شيء توضيح إنه هو ما كان فيه هجوم، يعني كان فيه من البعض يلي هني ما بيزعجهم، حتى لو من طرف ما بيزعجهم تكون العلاقات شوي منيحة بين الطيار والحزب. لا، ما هني بيكونوا ملكيين أكثر من الملك أوقات. أما بموضوع الواتساب، هي من شركة الواتساب وقفولنا بحملة على بعض الأرقام يلي تابع للمقاومة، فتم توقيفها بمرحلة اللي تم فيها مثلا دكتور بزي وغيره شي 20-30 رقم توقفوا بوقتها. بالضبط، فكان رقم بين هيدا الأرقام، يعني مش أنا وقفته. نعم، أنا فكرت لأنه صادفت كمان مع الحملة. لا، هي توقف من الشركة الرقم، يعني بس هي كانت قريبة للحملة يلي كانت عليك. بالضبط، صحيح. اوكي، مشان هيك يمكن ربطنا. طيب خبرنا شو صار، كيف تعاطى الجمهور، كيف اخذت مبادره شخصيه، كيف هالمبادره تم تلقي فيها، واليوم كيف بتقرا الاوضاع؟ يعني انا من الناس يلي كتير مؤيدين لاقصى حدود للتفاهم بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله، لانه نحن بعتبر انه نحن طرفين نلتقي بالامور الاستراتيجيه وبالامور الوطنيه. نحن طرفين بدنا بناء دولة، بدنا محاربة الفساد. هلا قد انه يكون في بعض الاعتبارات لكل طرف بتختلف عن التاني، كما بنلتقي بموضوع تحرير الارض والدفاع عن البلد ومجابهة العدو الاسرائيلي بمنعه من قدم ارضنا وحقوقنا ومياهنا ونفطنا وغازنا والى ما هنالك. أنا من المشجعين والمؤيدين وكنت من الداعين لهذا التفاهم من قبل ما يصير بال2005. بعتبر أنه هذا التفاهم كسر بعض الحواجز، بل أكثر الحواجز الطائفية يلي كرس بعض اتفاق الطائف واللي كانت موجودة من أيام الحرب اللبنانية. صار في تلاحم بين طوائف على اختلافها، صار في كسر لهذه الحواجز. يعني صار بتشوف المسيحي بالمناطق الشيعية بيطلع على القناعات يلي كانت فينا نقول هجني يمكن بالنسبة له، وكذلك الأمر من الناحية الشيعية. صار في أخوة وصداقات بين الطرفين، كسرنا كتير حواجز يعني نحن بهذا التفاهم. فليش لنكون ضده أو يتعثر بمطارح معينة؟ يعني أنا من الناس اللي بيتمنوا أنه يستمر للأبد. عنا صداقات وعنا معارف وعنا، بالإضافة أنه نحن قيادات التيار من حبها ومنحترمها،
ومنشجع على سعي دائم للسعي بمشروع بناء البلد وتطهيره وتنظيفه من الفساد. نعم. فهذا الجو. طيب هيدي المقدمة. بعز دين الانقسام وبعز دين المتاريس الافتراضية رحت حضرتك إلى خطوة يعني فاجأت المقربين أكثر من البعض. وشو المشكلة بالموضوع يعني؟ هلأ ثابت أنه اللقاء كان يفترض قبل هذه الفترة، ولكن شاءت الصدفة أنه صار بهذا الوقت بينك وبين الوزير باسيل يعني. صحيح. نعم. وأبدى الوزير باسيل أنه هو رفضه للحملات من الطرفين. حملك رسالة بوقتها الوزير باسيل؟ صحيح أنه هو منه ضد المقاومة، بالعكس هو مع خيار المقاومة ورح يضل مع هذا الخيار وما رح يروح للجهة المقابلة، ورفض أي هجوم من قبل مناصري الطيار على المقاومة وقيادة المقاومة الممثلة بالسيد حسن نصر الله. وحتى ما يعني ما لمست انه الاتصال منقطع نهائيا بينه وبين من الحزب. نعم. يعني حتى صار اتصال بوجودي يعني مع احد قيادات الحزب. نعم. ومستمر كان، ولكن العمل السياسي بالبلد بيحمل الاتفاق على أمور معينة والاختلاف بأمور معينة طبعا. يعني مش وكل واحد بيفسر الموضوع على ذوقه كمان، ومش كل نقطة بنختلف عليها بدنا نروح بالخلاف للآخر يعني، وبدنا نمسك كل الأمور المبدئية، وإلا نحن كنا بنكون تنظيم واحد وجهة واحدة، ولكن نحن مش هيك، نحن حزبين بنلتقي على أمور كتيرة وبنختلف على بعض الأمور لكل منا وجهة نظر فيها. طيب استاذ علي، وقت حضرتك خرجت من الاجتماع وضعت صورة وكتبت نص صغير، ما كان في مرحب، في اطراف رحبت ومن الطرفين في كان كمان غير مرحب واتهامات لك بالتحديد انه مش وقتها وشو رايح تعمل وهني عم بيسبونا ورايح تقدم اوراق الاعتماد والطاعة، قرينا كتير اشياء يعني، في اشياء بتنقال وفي اشياء ما بتنقال يعني لدرجة التخوين. شو كان شعورك بهيدا الوقت؟ شعوري انه انا عم بعمل الشيء اللي مقتنع فيه واللي بشوفه صح، اللي بده يعجبه اهلا وسهلا، اللي ما بده يعجبه هذا شأنه ومشكلته. يعني الوزير باسيل منه عدونا ومنه خصم، هو حليف، وعلى رأي سماحة السيد بعده ولا زال لحد هذه اللحظة هو حليف. اذا قلت لك سريعا يعني انه اذا في خلاف على نقطة معينة منه خصم، ما صار خصم، وحتى لو صار خصم يعني هل افتراضا يعني من حد على بكرة ارتقت القيادتين انه يلغوا هيدا التفاهم مثلا، نحن كجمهور نبطل نلتقي ببعض، نبطل متفاهمين على نقاط، نبطل نلغي هيدا 17 سنة اللي كانت اللي كنا متفاهمين فيها على دور الجمهور من كل الاطراف انه وقت يكون في تباعد يعني على صعيد القيادات يكون في تقارب على صعيد القاعدة. صحيح. يعني نحن شو ما بيصير بالخيارات السياسية بطل نحترم بعض ونحب بعض. يعني أنا مثلا شو بعمل بأصدقائي ومعارفي والناس اللي بحبهم وبعزهم والجروبات الموجود فيهم مشترك واللي بتقرب وجهات النظر، شو بتعمل بالجروبات؟ يعني شو بنعمل؟ بنحمل السلاح على بعض، بنقاتل بعض، بنبطل نتحاور مع بعض، بنبطل نحكي مع بعض، إنه هيدا اللي بدكم إياه بالبلد. يعني نحن حتى الخصوم يفترض يكون في هذا الطلاق وهذا الاتصال الدائم، فكيف بالحليف يلي استمر لفترة طويلة وبنلتقي على أمور كتيرة، بنبطل نزور بعض ونحكي مع بعض؟ يعني إنه مش بولاد بلد واحد نحن، مش أساس بدنا نبني البلد مع بعض؟ إذا على خلاف صغير بدنا نخون بعض لأنه بنقعد مع بعض وبنزور بعض وبنحكي مع بعض؟ مين بيكون المنطقي يعني؟ أنا وهن بغض النظر مين وشو الطريقة وكيف كان الحكي، في ناس اتفهمت وفي ناس مؤيد يعني حتى من جمهور حزب الله ومن جمهور المقاومة، لا بعدها ولا زالت وكانت داعمة لإلي وبعدها مؤيدة لهذا التفاهم ولو صار الخلاف، وفي ناس هي من الأساس مش كتير مقتنعة بهذا، ولكن هذا شأنهم ومشكلتهم. نعم. طيب استاذ علي بركات، سؤال يعني بيعز دين الانقسام، الواحد بيقعد على جنب وبقول خليني ريح راسي، أو بيعمل خطوة تكون شوي يعني ما يكون رح ينتقدوها أكثر من رح يتقبلوها،
حضرتك عملت هيدي الخطوة بقناعة كاملة، لكن اليوم تبين أنه خطوتك كانت واعية فيها رؤية مستقبلية، لأنه اليوم يلي بيطلع على المنصات الإلكترونية بشوف ثلاثة أرباع اللي كانوا متشنجين وحاملين مدافع ضد بعضهم تراقوا شوي وهديوا شوي، وفي بعض كم صوت من هون ومن هونيك بعضهم ما تغير شيء يعني عندهم. وتكون عندك هيدي الرؤية قدي بتعتمد عليها تتقول انه لازم صوت الحكماء والعاقلين بوقت الازمات يكون متقدم على الاخرين. انا من الناس اللي ما تعودوا يوقفوا على التل ويراقبوا، يعني انا دايما معود ومن زمان، ولذلك علي كتير مشاكل قضائية، وكنت دايما بالاوقات الحساسة والصعبة اخذ القرار يلي مقتنع فيه، كان بالهجوم او بالدفاع او بالتهدئة أو بالتصعيد. يعني ما تعودت وقف على التل، أنا بعملها بأصعب الظروف، يعني مش والله بالظروف الصعبة بقعد على جنب بتفرجة، وبالظروف السهلة بقعد بطلع بنتفي وبعمل عرضات، لا. فإذا أنا ما بدي أقوم بدوري بالظروف الصعبة، أمتى؟ يعني وقت بيكون كل شيء رواق بطلع بحكي وبنضح، يعني وقت بتصير الأمور على المحاك ولازم نحن نقرب وجهات النظر ونحكي الكلمة المنيحة يلي فيها مصلحة الطرفين وفيها مصلحة البلد. أنا قلت لك اللقاء يعني كان يفترض قبل هذه الفترة، ولكن شيء اتصرف أنه صار هذه الفترة، ما تخبيت وراء أصبعي وما سكتت على الموضوع، لا طلعت وأعلنت أنه صار لقاء ونقلت رسالة وتوجهت للجمهورين وقلت له شو لازم نعمل وكيف لازم نتصرف. هيدا الوقت الحساس يلي إذا نحن طب هلأ النتيجة اليوم في حدا مقلك حق معك كان يا علي؟ هلأ هديت الأمور، يعني معاش حدا يحكي بالموضوع، بس صدقيني ما بيهمني، يعني بس هو لازم ندرس الزهرة بحد ذاتها مشان إذا رجعت تكررت ما نرجع نوقع بذات الفخ. صدقيني أنا من الناس يلي ما بتنطر رأي حدا وما بتنطر المقاولة حدا، أنا طالما هيدي أنا بعملها، وهلأ إذا رجع صار الموضوع برجع بتصرف نفس الشيء إن كانت الهجمة هيك أو أكبر. نعم. هيدي قناعاتي بشتغل على أساسها. نعم. اللي بيهاجم، اللي بيرفض، اللي بيزعل، اللي بيطلع، اللي بينزل، آخر هم الموضوع. نعم. تصرفت قناعتي وبرجع لو رجع صار نفس الموضوع برجع بتصرف نفس الشيء. سؤالي الأخير، في حضرتك من صانعي الرأي العام، من المؤثرين بالرأي العام، من عندهم متابعين كتير وخاصة على تويتر وعلى كتير منصات، ما علي سؤال تقني، هل صناعة أشخاص مؤثرين من الحزب هي صناعة داخلية، أو لأنه الواحد بيكون متقدم بيصير عليه مسؤولية الرأي وإعلان الرأي والتأثير؟ لا يفترض بكل تنظيم وبكل حزب، في ناس التنظيم هو بيصنعها، هي بتكون الناطقة الرسمية باسمه، وفي ناس لا، يعني الجمهور وشخص حسب ما بيقدم فبيتم تأييده وبصير عنده جمهور. يعني أنا من الناس اللي مش حزب الله اللي صنعني، يعني أنا ما كنت ولا يوم ناطق رسمي باسم حزب الله ولا بحكي عن سياسة حزب الله رسمية، أنا إنسان مؤيد لهذا الخط، كنت أقدم أنا شيء داعمي للحزب ولحلفاء الحزب. كنت وبطلت؟ نعم. كنت وبطلت؟ لا ما بطلت، بس قصدي إنه يعني بالبدايات يعني لا. كنت هيك لحتى لي صرت مؤثر وصار عندي جمهور وصارت كلمتي توصل. وبعد لحد الآن عم قلي ماني ناطق رسمي باسم الحزب ولا بقوم بأي خطوة رسمية بشكل رسمي بتكليف من الحزب، ولكن اللي كنت أقدمه واللي لازلت بقدمه من أناشيد وآراء داعمة لهذا الحزب وللمقاومة ولحلفاء هذا الحزب، وبقدم قناعاتي، صار في عندي جمهور، صارت كلمتي توصل، وصرت لاقي مطرح يعني بالرأي العام بالشي اللي بقدمه. نعم. بتحب تضيف شيء بهالدردشة على الهوى المنشد علي بركات عبر صوتك؟ بتمنى انه نكون تعلمنا درس، انه نحن ما في شيء، يعني حتى نحن عندنا عداوة مبدئية مع عدو معين هو مغتصب للأرض، مغتصب للحقوق، كل ما دون ذلك هي خصامات قد تنخفض بمطرح معين، ترتفع بمطرح معين، في عنا حلفاء، مش على كل خلاف لازم نتقبل الاختلاف نحن بين بعض، مش على كل اختلاف بسيط ننسف كل شيء بيناتنا.
ونروح للآخر بالعداوة. لازم نضل حافظين خط الرجعة. يعني نحن اليوم نختلف نحن والتيار الوطني الحر على نقطة معينة، على بكرة بنلتقي على 10 نقاط، نختلف مع التيار الفلاني على نقطة معينة، على طول نخلي خط الرجعة، على طول نحسب حساب إنه نحن أولاد بلد واحد، نحن أهل بدنا نبني البلد، بدنا نعيش مع بعض. بدي ضل أنا ابن جنوب وابن البقاع زور المنطقة، زور الجونية وجبال وكسروان وطرابلس وصيدا وسوق، ضل نحن ما نحط هيدي الحواجز بين بعض، ما ندعي للتفرقة، ما ندعي للانخصام المناطق والطائفي والمذهبي. يضل في نفتش على نقاط الالتقاء أكثر ما نفتش على نقاط الاختلاف، لأنه برجع بقول نحن أولاد بلد واحد، بدنا نعيش بهذا البلد مع بعض، بدنا نتحمل السيئات هذا البلد وحسناته. هو كل جمهور يدعي تنظيمه قبل ما يوجه خطابه للتنظيم الآخر لحثه على تقديم ما فيه الخير لمصلحة البلد ومصلحة الناس. بوافقك بالرأي وبلتقي معك علي بركات، لأنه بالسياسة ما في صديق دائم ولا عدو دائم، وهيدا أكبر برهان خلال الحرب اللبنانية بشكل عام، هيدا القاضي يعني خلال الحرب اللبنانية وبعدها، وبالأخص بالحرب الإقليمية إيران وسعودية، السعودية وسوريا، هيدا بتأكد أنه كل شيء قابل للتلاقي. فخلينا نعمل مثل ما بقولوا مساحة لخط الرجعة أو محل لخط الرجعة. أنا بدي أشكرك وشكرا لك وأهلا وسهلا فيك. يا ميت أهلا وسهلا. شكرا.